خبروني انه ملك الصاج موجود هون. اليوم جيت لاتحدى بالدكتور فود ويفر ودكتور فود فليو. تعوا لنشوف اذا هو قد التحدي ولا لا. وصلت عند الشيف نيلي وهي رح تعمل لي اليوم بيتزا بالدكتور فود فليو ودكتور فود ويفر. نيلي تفضلي، عملتي التحدي ولا لا؟ اكيد بقبله. بدي اجرب لك اياها على عجينه كثير كثير رقيقه بنعملها على صاج. دقيها وخبريني. يلا خلينا نشوف اذا هالبيتزا بيتزا الصاج حتكون طيبه ولا لا. تعالوا لنفوت معهم على المطبخ. اكيد هيدا اكيد بيكون سبيشل عجين للصاج. خلينا نبلش نكبر شوي هون لنهونها علينا برا. قد ما فيك بدك ترققيها للعجينه. يا ساتر رققها بعد بهالطريقه. واو فيك ترققيها قد ما فيك وتكبريها تطلع كثير رقيقه بمقرمشه حقيقي. حضرتك اسمك ملك الصاج ما؟ صاحي بعيتوا لك ملك الصاج ورح ندوقكم اليوم اطيب حتى حلاية على الصاج. يلا يلا تفضل. اكيد اكيد بنلف هيك عجينه كثير كثير رقيقه بنكبرها قد ما فينا. اطلع اخذ معك بس لتلزق منيح على الصاج. بنلزقها على الصاج وبننطرها لتطلع. فينا بهيدا الوقت بنكون عم دخلها يس واو فليوتين نعطيها وقتها ونحن بهيدا الوقت عم نفرجيكم هاو الطعمات. بدنا نزين الوش فيها. عنا هيدي دكتور فود ويفر يس دكتور فود ويفر ومن بعده واو شي جديد بحس انه رح يكسر الارض. العجينه بلشت تستوي يعني بدنا نسرع شوي. في هيدا الوقت تعالوا لنشوف وين منتجات الدكتور فود موجوده في استراليا سيدني. انا وصلت لعند هنريز هارفست كامبلتاون مول. عندنا هون دكتور فود سيجنتشر وعندنا هون هيرا زوس وثور. اشتروا المنتجات من هون ومن كل السوبر ماركت في استراليا يلي عندهم البرودكت. وي لاف يو. هذا اللون بنحمر بعد شوي. بنقلع عنه. فينا نحمر بعد شوي. اكيد. وفينا الهون دكتور فود ويفر. فيك تساعدني بهيدا يلا. يلا. بوث اوف ذيم. واو. واو. في اطيب؟ لا 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 ما بعتقد. في اطيب؟ ابدا. ابدا. ليك قد ايه بتعطيني عليه يعني؟ ليك عن جد شكلها ايه طولي. ليك انا بضل بالكيتشن صرت هون كثير حبيت. اوكي هلا بعد بدها شوي استوى لانه طيب شوي تكون مقرمشه. يعني اول مره بنعمل ديزرت ما بدنا نرش عليها سكر ناعم ولا ايس اند شوجر لانه شكلها بكفي. زينتها بتعقلي يعني شطت رايلتي بدي دوق. بندوق كلنا سوا فينا نروق. ليك فينا نروق بعدين بندوق. يلا يلا جهاد وينو القص؟ يا حبيبي تعال 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 شيء من هون. يا الله حمص لك اياها بعد. واو 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 انا برايي خلص يس. يلا نسحبها 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 يلا على الذبح يلا. فيني بس هسا اربع لحتى ما الكل ينوم. اوكي خلص حرام حرام يعني هلا عم كون شوي اناني. ليكي تعي ننزل دكتور فود ديزرت ريدي هلا لندوق. يلا ندوق اتفضلي. لك بعدوني فينا نشوف؟ انا بدي مش حتنقص معك مش حتنقص مش معقول بقصاج. لا مش بس سمير صبود. ليكي ليكي العجينه ليكي 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 مين
واو. انا سبقتهم واو. انا سبقتهم ونحن قبلهم. اكيد ما بدنا نحط الريتنج لعشر، نحط الريتنج للمية. الف رمي. ممنوع حدا يدوق. اشتروها وبتذوقوا طعمها. وانا معه. اشتروها وذوقوا طعمتها. طعمتها بتعقد صراحة. ليه؟ عن جد الحقيقة كنت قايلة انه بعدكم طيبة بس ما كنت قايلة هالقد. بالفعل احنا يوم ما اجى لسه اخر شهر بوصل، هيدا انا جايبتها معي بالشنطه. عن جد؟ اي والله. بتعرفي شو كملها؟ بتعرفي شو كملها؟ رقيتني عجينه، فيك تقشعي شو رقيقه؟ تعرفي شو فوق؟ فيك تقشعي شو رقيقه؟ قشر رقيقه عجينه الصيف. كرانشي، يعني اسمعي قرشتها، سمعيني قرشتها بشرفك بليز. او ماي جاد، عن جد او ماي جاد، واو واو. ثانك يو شيف. بيوتيفول. بعطيها 10 على 10. انت شيف مليان بعطيها. بنساعدك انت 10 على 10. ثانك يو شيف. انت قيمت وارجع قيمت لك رجع قيمتكم اياها 10 على 10. ثانك يو سو ماتش. بعد ما جربنا دكتور فود ديزرت، هلا انتم متابعيني ومتابعين الدكتور فود صار فيكم تطلبوا هيدي ديزرت من مانت لويس بيتزيريا 165 فورتن ستريت مانت لويس between Bankstown and Punchbowl. يا ميت أهلا وسهلا.